فقد السودان والعالم الإسلامي فقد أحد مفكريه الأفذاذ الذين قضوا حياتهم في خدمة العلم والدين، الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي، بعد 84 عاما قضاها في معتركات الحياة الاجتماعية والسياسية. وصدر للعالم الفقيد عدد من المؤلفات والمراجع، وخط طريقا واضحا في الدين والسياسة والفكر، وظل مهموما بقضايا الوطن مشاركا في منابره المختلفة متقلدا لعدد من المواقع المختلفة. بعد عمر يناهز 84 عاما ترجل العالم والمفكر الإسلامي دكتور حسن عبد الله الترابي. 84 عاما قضاها الشيخ الترابي في معتركات الحياة باذلا للعلم والوطن، فهو من عائلة دينية من الطبقة المتوسطة، حفظ القرآن الكريم بعدة قراءات، وتعلم علوم اللغة العربية والشريعة في سن مبكرة. واصل الترابي تعليمه حتى حصل على إجازة الحقوق من جامعة الخرطوم، ثم على الماجستير من جامعة بريطانية في عام 1957، والدكتوراه من السوربون الباريسية في عام 1964. أجاد الإنجليزية والفرنسية والألمانية. شغل دكتور حسن الترابي مناصب عديدة، وتقلد مواقع قيادية مهمة على المستويين الرسمي والحزبي، منها منصب الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامية، كما شغل الراحل الترابي منصب وزارة العدل ووزارة الخارجية. اختير رئيسا للبرلمان في السودان عام 1996. عمل الترابي مع طائفتين من الحركة الإسلامية في السودان، هما الأنصار والختمية. في عام 1991 أسس الترابي المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، الذي يضم ممثلين من 45 دولة عربية وإسلامية، كما انتخب الأمين العام لهذا المؤتمر. للراحل الشيخ حسن الترابي عدة مؤلفات، أبرزها قضايا الوحدة والحرية، تجديد أصول الفقه، تجديد الفكر الإسلامي، الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة، تجديد الدين، منهجية التشريع، المصطلحات السياسية في الإسلام، الدين والفن، المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع، السياسة والحكم، عبرة المسير لاثني عشر السنين، الصلاة، عبرة المسير لاثني عشر المسير، عبرة المسير لاثني عشر السنين، الصلاة عماد الدين، الإيمان وأثره في الحياة، الحركة الإسلامية، التطور والنهج والكسب. ظل دكتور حسن الترابي مشاركا في الحياة السياسية، وكانت آخر مشاركاته المشاركة في الحوار الوطني في السودان. هذا وتناقلت وسائل الإعلام العالمية نبأ وفاة الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي في الخرطوم.